النهاردة ذكرى ميلاد الجوكر الفنان القدير حسن حسني، غول تمثيل. الحقيقة حسن حسني اسمه علامة مهمة جدا في تاريخ الفن المصري، صاحب مدرسة خاصة في الأداء سواء في المسرح أو السينما أو التلفزيون. الفنان القدير حسن حسني قدم حوالي 500 عمل ما بين مسرح وسينما وتلفزيون، وكانت النسبة الأكبر من الأعمال دي خلال آخر 20 سنة من عمره، علشان يبقى في قائمة الفنانين الأكثر مشاركة في الأعمال الفنية في تاريخ الفن المصري. تعالوا نشوف مع حضراتكم تقرير وأهم المحطات الفنية في حياة الراحل حسن حسني. تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير حسن حسني الذي ولد في 19 من يونيو عام 1936 في حي القلعة بالقاهرة، وقدم خلال مشواره الفني الطويل الذي بدأ في المسرح في بداية الستينيات أكثر من 500 عمل فني بين سينما وتلفزيون ومسرح، ما جعله أحد أكثر الفنانين تقديماً للأعمال الفنية في تاريخ الفن المصري. حقق الجوكر حسن حسني مسيرة فنية طويلة كان شاهداً فيها على صعود جيل كامل من الشباب صاروا نجوماً، وله رصيد فني كبير من المسرحيات والأفلام والمسلسلات. أهلاً وسهلاً، روح أنت. ضيف حياتك مدام. أنت مالك أنت، ضيف حياتها ولا حياتي أنت؟ امشي. عشق التمثيل منذ طفولته وشارك في عروض مسرحية في المدرسة وحصل على العديد من الميداليات، وكان أول ظهور له بالسينما في دور صغير في فيلم الكرنك من بطولة نور الشريف وسعاد حسني عام 1975، ثم لفت الأنظار بأداء دور الشرير عوني في فيلم سواق الأتوبيس من إخراج عاطف الطيب عام 1982. المهم دلوقتي هتعمل إيه؟ قدم الفنان الراحل حسن حسني عدة مسرحيات، منها من فينا الغبي، لعب الحب، ثلاث عقلاء ولكن، المرجحة، سندريلا والمداح، وصبح صبح. فيا بهيج في سواو انت جايبان الأم وجايبان واحد ياكلها؟ أنا فاكرة تبعك. تبعي؟ تبعي منين؟ نعرفه منين؟ ما احنا خلاص بقينا ملقى في أي حد بيخش، ما هو السور وقع. وكان للفنان الكبير حسن حسني بصمة كبيرة في عالم السينما، وقدم الكثير من الأعمال من أشهرها هلو كايرو، سمير وشهير وبهير، الدكتاتور، كركر، وخيال مئاتا. في مجال الدراما قدم الراحل حسن حسني عدة مسلسلات، وكانت بداية تعرف الجمهور عليه في التلفزيون من خلال مسلسل أبناء الأعزاء شكراً مع الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي في عام 1979، ومن بعدها قدم العديد من الأعمال القيمة أبرزها رأفة الهجان، سلطانة المعز، رحيم، الأب الروحي، والعار. إحنا لازم نحط في اعتبارنا إن أي شاب في سنه وليه تجربته وظروفه كمان كان بالتأكيد لازم يرحب ويفرح ويبقى سعيد جدا. رحل الجوكر الفنان حسن حسني في الساعات الأولى من 30 من مايو عام 2020 عن عمر ناهز 84 عاماً بعد نقله إلى المستشفى بسبب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة رحل على إثرها.